Mm-hmm. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطاهرين احبانا واعزائنا المشاهدين حياكم الله ومساكم الله بالخير واسعد الله ايامكم هنا بعدنا ليلتين ان شاء الله ليله ميلاد امامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه احنا في الحلقه الرابعه ان شاء الله بكره الحلقه الختاميه اكو كلام انا لا افتن شيخنا كلام احتمال ان نمدد ليله يوم ميلاد الان لم يتفق باشر ان شاء الله نعلن اذا اذا صار او يجوز اليوم اثناء البرنامج يجينا خبر انه نعلن عموما الشيخ حمد الله خير طال موافقه بس بعد جاي نجهز الامور احتمال الى الان مو اكيد انه يصير يوم المولد ان شاء الله عموما مباركين بميلاد امامنا الضامن الثامن الرؤوف العطوف علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه والحمد لله يعني ست سنوات ونحن يعني ننتفع من فيض إمام الرضا سلام الله عليه ننتقع بهذا بهذا النور العظيم وننهل من هذا العبق الطاهر من إمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ولو كان البحر مدادا لكلمات لا نفد البحر البحر ينفد وكلماتهم ونورهم صلوات الله وسلامه عليهم لا ينفد الحمد لله أني لازلت متشرفا محاورا لسماحة الشيخ زمان الحسناوي وحياك الله شيخنا شيخنا عدنا باشر اليوم وباتشر احنا خلصنا موضوع ارتباط الامام سلام الله عليه ارتباط الامامه والولايه بقصد الدنيا يكون نلحق على الارتباط بين الدين والاخره وقلت انه نحاول انه يعني نثر الموضوع بحثا ونلحق على هذا الموضوع وامس انت طرحت فرد منطلق عقائدي وكلامي مهم انه لمن ترك الحج الالهيه سارت وتقطعت به السبل صار مجسما او مشبها او معطلا أنا رحت دورت شيخنا وحده ورا الثانيه علمائهم وشخصياتهم وشيء نظريه الكسب شم. لا نظريه الكسب ما قرات <applause> عليها شيخنا ما دوخت روحي ما دوخت روحي حقيقه لانه هذا نيتش بيه المشاكل هم انا شفت شيخنا حتى في بعض هاي المدارس رموز تلك المدارس لم يتفقوا على امر صحيح كل واحد عنده شيئاً فنبدا مباشره بارتباط الامامه بالدين لو عندك تعقيب إيه على القضيه إيه القديمه إيه لا يعني هو نكمل ما تبقى بسرعه ومع اختصار للمعلومات ونروح للامر الثالث بما تبقى الله. لنا من الوقت في الواقع ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على حبيب قلوبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا. الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وال محمد، كما ذكرتم آه لتلخيص يعني لتلخيص ما مر خصوصا في الحلقه الماضيه انه ترك الحجه الالهي خلى المسلمين في مجال الدين خصوصا على مستوى العقيده اللي ركزنا عليها خصوصا على اهم ما في العقيده التوحيد ومعرفه الله التسلسل هذا يعني العقيدة نبوة العقيدة معاد العقيدة بعد مو مو أحنا طبعا الـ الـ الدين مو فقط عقيدة شريعة والشريعة من الطهارة للديات هاي قد أصار بين حرافات الأخلاق كذا هو أي كلام يعني إحنا قاعد قاعد نختصر اختصار لاختصار يعني قاعد بهالشكل هذا ولا القضية أكبر مما قلنا وأكبر مما نقول في الواقع المهم البارحه شفنا على الاقل في مجال معرفه الله وتوحيد الله المسلمون شنو صار فيهم. على مستويات اخرى كثيره على مستويات اخرى كثيره المسلمون ايضا صار عندهم مشكله من دون الحجه الالهي، مو فقط على مستوى العقيده والتوحيد في العقيده ومعرفه الله تعالى. هم اكو مدارس في قضيه النبوه في قضيه يعني في العدل يعني 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 مثلا احنا خلينا نفتح هالسالفه هم عصمه يعني بمقدار ما فشيء مختصر حتى نروح شريعه هم بمقدار ما شيء مختصر وننتقل الامر الثالث مثلا على سبيل المثال عصمه الانبياء اي هاي هم قضيه عصمه الانبياء يعني انت لما تجد في اصح الكتب عند غيرنا البخاري وغيره والى اخره في اصح الكتب عند غيرنا انه ابراهيم كذبت ثلاث كذبات حاشاه كذبت ثلاث كذبات توقع ابراهيم اللي القران الكريم يعبر عنه صديقا واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا صيغه مبالغه صديقا في البخاري ابراهيم كذب ثلاث كذبات الان اي مسلم يسمع هذا الكلام خليه يتاكد في البخاري اول ما راح يقبلها اذا ما لقى خليه يطلع بالتلفزيون يقول هذا كلام فلان مو صحيح، تفضل حتى انا ثاني يوم اصعد البخاري وياي واقول هذا رب. مو في يعني. وعلى هذا ابتلي ثلاث ابتلاءات؟ هسه بعد ما ادري على اساس هذا ابتلي بس هو يقول يقول في البخاري انه ابراهيم كذب ثلاث كذبات وهكذا بقيه الانبياء نسب لهم بعض الاحيان ما يندى له الجبين في الواقع او عصمتهم في التبليغ أو عصمتهم في مثلا هاي واحده من الامور اللي احنا اختلفنا بها وياهم انه الانبياء ما قبل النبوه من اهل العصمه يوم من غير اهل العصمه وحتى ما بعد النبوه عصمتهم تتوقف عند حدود التبليغ وعصمتهم في كل مجال اختلفنا معهم في كل ذلك احنا نعتقد عصمه الانبياء التبليغ وغير التبليغ قبل البعثة وبعد البعثة احنا هاي كلها نعتقدها نعم. ولنا أدلتنا على ذلك يعني أنت الأنبياء هم أهل كمال حتى قبل البعثة مثلا ولهذا باعتراف حتى خصومهم مو فقط أحبابهم وأوليائهم باعتراف حتى خصومهم لما يقولون قومة اللي هم على الكفر يقولون النبي هم إنك لأنت الحليم الرشيد شلون تدعونا الى عباده الله الواحد وترك عباده ابائنا واجدادنا اللي هي الاصنام انت وانت حليم معروف عندنا وانت رشيد مثلا نبينا صادق امين صلى الله عليه واله وغير ذلك من الانبياء اللي خصومهم واعدائهم اعترفوا لهم بكل صفات الخير قبل النبوه يعني لا تتصور احنا عندنا ادلتنا وعندنا براهيننا على ذلك الماخوذه القرآن وسنة وعلى أرض الواقع وثبت ذلك وغير ذلك أبحاث مفصلة ليش أقول ما تدخل بتفاصيل نعم لأنه يعني نعم نعم شيء خلصنا لا تخلنا بتفاصيله حتى على مستوى النبوة إحنا وياهم اختلفنا واختلفنا في مجالات كثيرة بشؤون النبوة بسبب أئمتنا قالوا لنا شيء اللي هم الحجج الإلهيين هم من دون الحجة الإلهي اعتقدوا بشيء آخر وكلام كثير في بخاريهم في مسلمهم عن الأنبياء كلام كثير نسبوا إلى الأنبياء بعض الأحيان أمور يعني والله يستحي الإنسان من ذكرها على فضائية وعلى منبر يستحي الإنسان وهاي الثقافة تجدها موجودة في توراة اليهود المحرفة اليهود نسبوا إلى أنبيائهم ما يندى له الجبين يعني نسبوا إلى أنبيائهم العظائم بعضها تستحي تقولها بعضها تستحي تقراها بالكتاب تستحي تقراها هم نسبوها لأنبياء خلاصة على مستوى الشريعة اختلفنا احنا وياهم في مجالات عدة على مستوى الشريعة على مستوى الشريعة عبادات وال معاملات والحفاظ على الشريعة نعم احنا يعني اضرب لك مثال باختصار شديد وإلا القائمة طويلة القائمة طويلة ومؤلمة ومؤلمة على سبيل المثال في البخاري مثلا الرواية ابن مطرف أبو موسى الأشعري هم شفت حسب الظاهر وغيرهما في الواقع عمران بن حسين يصلون خلف أمير المؤمنين عليه السلام في البصرة في البصرة يعني معركة الجمل كما نعم تعلم عمي. ولما يكمل أمير المؤمنين صلاته واحد يقول للثاني ذكرنا علي بصلاة رسول الله وفي روايه اخرى ذكرنا علي بصلاة كنا نعم نصليها نعم خلف رسول نعم الله نعم نعم هذا الكلام موجود في الصحيحين انا صحيح مسؤول عن كلامي انا انا قاريها بنفسي قاريها بنفسي, بنفسي جزاك الله خير ذكرنا علي بصلاة رسول الله أو ذكرنا علي بصلاة كنا نصليها خلف رسول الله معناها فترة من الزمن منقطع إذا الصلاة اللي إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها هذا حالها اللي هي شغل يومي عمل يومي زين بقية أحكام الشريعة شنو صار بها شنو صار بها زين أنت من تقرأ النبي مات والأذان بي حي على خير العمل اجا الاول وراح والاذان فيه حي على خير العمل اجا الثاني قال ارفعوا حي على خير العمل م. ارفعوا حي على خير العمل لانه احنا عندنا فتوحات والمسلمون اذا يسمعون حي على خير العمل الصلاه بعد يهتمون بالصلاه وتركون الجهاد فشيلوا حي على خير العمل وحذفت او رفعت حي على خير العمل والى اليوم الى اليوم مع أنها النبي مات وهم يقولون حي على خير العمل موجوده والاول كان حتى مات حي على خير العمل موجوده الثاني رفعه شنو شنو وطبعا هذا ما تستغرب انه يزيد لو ينقص انا والله ما استغرب يعني انا لما اقرا في مصادر غيرنا هو الاذان شلون صار عند غيرنا تدري شلون صار الاذان عند غيرنا وما عندك فكره المسلمون عندهم فكره عند غيرنا الاذان شلون صار صحابي شاف رؤيا كاساس كاصل اي والله اصل أيه. تشريع صحابي شاف رؤيا يعني مو امر نبوي لا والله رؤيا رؤيا صحابي نام شاف رؤيا شنو الرؤيا الله اكبر واحد يصيح الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله النبي ثاني يوم قال يا رسول الله انا شفت رؤيا قال لي هو هذا شهر خلي خل خل نخليه اذان للصلاه اعلام للصلاه حتى الناس تجي وهاي الرؤيا ما تصير الصلاه وصار الاذان ذاك يوم, يوم هذا يوم هذا مع انه هذا الامر لما طرح على الحجه الالهي لما طرح على ائمتنا قال لهم شرع الله اعظم من ان يجي من رؤيا فلان وعلان قالوا شلون؟ قال لهم جبرائيل نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله, واله وبلغ تحيات الله وقال له هذا يكون قبل الصلاه حتى المسلمون يسمعوا يتهيئون للصلاه نزل من السماء هذا الاذان شنو الرؤيا؟ شرع الله اعظم من الرؤيا ومن الحكي هذا الحجه الالهي هكذا قال اما غير الحجه الالهي واحد شاف طيف والنبي قبل طيفه وقال له مشيها والسلام. لو شوفوا القيمه اللي اصدرها الامام سلام الله عليه انه نزل جبرائيل على النبي وقال طبعاً. له قيمه قيمه طبعاً اما انه انا الان كمسلم اذا اسمع انه رؤيا بعد تضعف مكان الاذان وهكذا دواليك يعني هي ذا الصلاه هذا وضعها غير الصلاه شنو؟ بشكل عام التشريع هاي المشاكل غير الصلاه مولانا انا شفت في يعني والله تتعجب 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 يعني تقرا في كتبهم الفقهيه الاساسيه المهمه وهذا ثبت بالجزء والصفحه في موسوعه لك الله يا ابن ابي طالب ثبت بالجزء والصفحه من كتبهم شو نكون نسوي يعني برنامج كامل اسمه لك الله يا ابن ابي طالب ان شاء الله واي مضامين بيدعون يدعون الله يعطينا صحه والله العظيم بمضامين عاليه جدا وخلوق اي شويه انشغال المنبر يخليني صحيح المهم في لك الله يا ابن أبي طالب أنا ثبتت هاي الأقوال وغيرها أنه يقول المسنون المسنون أن التختم في اليمين وأن النبي صلى الله عليه وآله كان يتختم في يمينه ولكن بما أن الرافضة جعلوا ذلك شعارا لهم إحنا نبدل إلى اليسار كأنه عندهم قاعدة خالفوا الرافضة في كل هسه اترك الرافضة انت قاعد تقول النبي كان يتختم باليمين الله أكبر فانت تخالف النبي والله شنو الرافضة مشوا خلف النبي اي لغة هذه لا مشكلة هذه اي دين هذه او كانتا على عهد رسول الله وانا احرمهما شو هالكلام هذا اجتهاد امام الناس صريح مرة اجتهاد بفهم الناس امر علمي مرة في قباله امر اخر شلون هذا الكلام؟ هذا كله من دون اعتقاد بالحج الالهي هذه النتائج مع وجود الحج الالهي احنا نعتقد حلال محمد حلال الى يوم القيامه وحرام محمد حرام الى يوم القيامه. ما قاله وما فعله وما ما هكذا نعتقد هكذا قال لنا الحج الالهي وامرنا بذلك واحنا اتبعناه ولله الحمد ولهذا احنا كل شيء يقوله محمد يسويه محمد يقر محمد احنا هم سمعا وطاعه لسيد الخلق صلى الله, الله عليه واله اطيع الله واطيع الرسول ما اتاكم ما اتاكم الرسول فخذوه وما ناكم وما ينطق عن الهوى وغير ذلك والحجة الإلهية هم بذلك واحنا هم ملتزمون بذلك ان شاء الله شايف شلون ببركه ائمتنا عليهم السلام اللي حافظوا علينا وبينونا الدين القويم وقالوا لنا امشوا عليه هالشكل الخلاصه بقاء الدين واستمرار الدين والحفاظ على أصالة الدين من التحريف والتلاعب والزيادة والنقصان وغير ذلك مرهون بوجود الحجة الإلهي المجعول من قبل الله تعالى نقطة رأس ولهذا ألفت نظركم بس إشارة سريعة تشوفون دائما إقامة الصلاة في ثقافة القرآن الكريم مرتبطة بالنبي وآله صحيح اشهدوا انك اقمت الصلاه مثلا ساي في زياره الحسين مثلا في ايات قرانيه لا مختلف الائمه ربنا لا اقصد كزياره كقران مثلا ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع اسماعيل وذريه النبي وآله ذريه اسماعيل النبي وآله عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا ليقيم الصلاه, الصلاة. <applause> ذريه اسماعيل هم الذين يقيمون الصلاه يوم مثلا في بيوت أذن الله أن ترفع والرواية حتى في كتب غيرنا بيت علي من أفاضلها تكملة الآيات في بيوت الله نور السماوات مثل نوره يقول في بيوت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة, وإقام الصلاة يوم مثلا إبراهيم أثناء بناء البيت هو وإسماعيل باعتبار كانوا أثناء رفع القواعد من البيت إسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل مهشكي واضح رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ومن ذريتي كان اسماعيل وياه مقيم الصلاة ومن ذريتي دائما اينما جاءت او اكثر موارد اقامة الصلاة في القرآن مرتبطة باسماعيل وذريته النبي واله كقرآن كواقع بينا الفرق بيننا وبين غيرنا كتراث معصومين هذا هم امامنا قرينا ما قاله الامام الرضا والان خلي نتوكل على الله نلقي نظره سريعه على بعض ما قاله الائمه عليهم السلام في هذا المجال بعد في الفاصل استاذ احمد إيه؟ ها اكو شيء لا لا ما, ما عدنا شيخ خدمتك زين مثلا علامة المجلس ينقل هاي الروايه عن علل الشرائع للشيخ الصدوق وطبعاً موجودة في الإمام والتبصرة موجودة في دلائل الإمامة للطبر الشيعي يعني بصادر كلها أساسية عند الشيعة عن الرضا الرواية قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام تبقى الأرض بلا عالم حي ظاهر يفزع أو يفزع إليه الناس في حلالهم وحرامهم تبقى الأرض من دون هذا العالم وللعلم أسأل الرواية شنو بيها تبقى الأرض بلا عالم وعلي بن موسى الرضا في الروايات عالم آل عالم 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 عالم. عالم محمد الله هذه آه المفروض الأحبة يلتفتون تبقى الأرض بلا عالم حي ظاهر باهر. يفزع إليه الناس في حلالهم وحرامهم فقال لي إذا لا يعبد الله يا أبا يوسف اذا شنو؟ لا يعبد الله يا ابا يوسف اذا لم يكن اذا ب... اذا خلت الارض من عالم اذا لم يكن العالم طبعا اذا لا يعبد الله يا ابا يوسف عبادة الله متوقفة على وجود هذا العالم اللي هو حجة إلهي على خلقه عبادة الله بكل طريقة صياغة النص شو مضغوطة شيخنا بكل مصاديق عبادة الله بكل مصاديق حج صلاة بكل مصادق صيام بكل مصادق عبادة الله ما تكون من دون أكرر الرواية أي أكرر الرواية هل الرواية عن المجلسي طبعا علل الشرائع ينقلها المجلس في البحار عن علل الشرائع ومحقق البحار يقول موجودة أيضا في التبصرة في الإمامة والتبصرة موجودة في دلائل الإمامة وموجودة في مصادر كلها أساسية قلت لأبي عبد الله قلت لأبي عبد الله هذا من هو اللي يقول قلت يعقوب السراج اللي كنيته ابو يوسف ابو يوسف قلت لأبي عبد الله تبقى الارض بلا عالم حي ظاهر يفزع اليه الناس في حلالهم وحرامهم تبقى الارض بلا وصياغه للنص عجيبه فقال لي اذا, إذا لا اذا لا يعبد الله يا ابا يوسف اذا لم يبقى طبعا اذا ماكو ايمان متعلق هذا ماكو حجه عباده لله يعني ماكو متعلق جميل جدا ماكو هسه تقول لي خوه ذولا اللي قاعد ياخذون عبادتهم من غير الحجه الالهي قاعد يعبدون يصلون يصومون اقول المشكله صلاه الصلاه بها مشكله مشاكل زين انت من تعتقد رب العالمين يجبر عباده ويحرقهم يعني اكو مشكله بعدالته فهذا اللي ما عنده عداله هو رب العالمين يو شيء اخر والله ما ادري صحيح خوش سؤال المشكله العداله وين يعني؟ هي مشكله هاي هاي مثل ذاك اللي حلف بالله المحتجب بسابع سماء والامام قال له اخطات قال له اذا شنو الكفاره؟ قال له ما عليك كفاره قال, 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 قال له ليش؟ قال قال له لانك لم تقسم بالله قال له لم تقسم بالله <applause> قسمت بغير الله والله تش قال الامام قال له لم تقسم بالله لان الله ما محتجب ما يحجب اشياء يعني. فانت قسمت بغير الله فتش الامام قال له. زين اذا لا يعبد الله وهكذا روايات كثيرة كثيرة ما أعرف شنو أقول ما أعرف شنو أترك وروايات كلها مهمة في إثبات لابدية وجود الحجة كلها مهمة روايات مثلا مثلا شوف هاي الرواية الرواية عن الإمام السهاي الظاهر مرتبطه بالجانب التكويني عن الامام الرضا عليه السلام ما احنا ما ذكرناها لا لا بأس بالبركه اي ما ذكرناها هل تبقى آه. الارض بغير امام آه عن عن احمد عن احمد بن عمر الحلال عن ابي الحسن الرضا. الرضا قال قلت هل تبقى الارض بغير امام قال فإنا الامام الرضا قال فإنا نروي عن ابي عبد الله الصادق خوش فإنا نروي عن ابي عبد الله انه قال لا تبقى الا ان يسخط الله على العباد. الله فقال لا يعني لا تبقى اذا لساخت. الله <applause> يعني اذا اراد الله ان يسخط على عباده رفع الحجه هذا منهم فساخت جانب. التكوين الامام الرضا عليه السلام. يسخط هاي. على عباده فيرفع. الان من راجعة الروايات. واي صريحه حلقاتنا الاولى. اي ما مرت علي. مثلا شوف 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 هاي الروايه. الروايه عن جعفر بن محمد عن ابائه ان النبي قال العلامه المجلس ينقلها عن قرب الاسناد وهو مصدر مهم وفي بصائر الدرجات موجوده وفي كمال الدين للصدوق موجوده الروايه. ارجوك التفت هذه الروايه ان النبي قال في كل خلف من امتي عدل من اهل بيتي. خوش ينفي عن هذا الدين تحريف الغالين. اوف جاي نعيش هاي الازمه وانتحال المبطلين. مفعول به ثاني هذا. وتاويل الجهال. وان ائمتكم وفدكم الى الله. عجيب. فانظروا من توفدون في دينكم وصلاتكم يعني بمن تقتدون طبعا من تقدمون من تقدمون بمن تقتدون خلف من تمشون في دينكم وصلاتكم, وصلاتكم حتى تكون في محلها يو في غير محلها مقبولة يو غير مقبولة صحيحة يو بها ألف مشكلة هذا كله كنت تلتفتوا للامام يقول له عليه السلام النبي العفو يقول صلى الله عليه واله والامام الصادق يقول عن النبي عن ابائه يقول ماكو خلف من هاي الامه ما فيها واحد من اهل بيتي حجه من حجه الله من اهل بيتي شغله ينفي عن هذا الدين تحريف الغالين تحريف الغالين وانتحال المبطلين ادعاءات المبطلين انتحال معلوم وتاويل الجهال وان امتكم وفدكم الى الله فانظروا فانظروا من توفدون في دينكم وصلاتكم طبعا افراد الصلاه لاهميتها طبعا هي. شوف اقول روايات كثيره في هذا الجانب مثلا شوف هاي الروايه نذني اخيرات اقراها و... الروايه عن امامنا الصادق موجوده ينقلها المجلس عن اكمال الدين للصدوق عن الامام الصادق لم تخلو الأرض منذ كانت منذ كانت من حجة عالم يحيي فيها ما يميتون من الحق نعم ولهذا سيد الشهداء من كتاب الأهل البصرة شيوخ البصرة الحسين كتب كتاب إلى شيوخ البصرة قال لهم فإن ال فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحيت وانا اريد اميت البدعه واحيي, وأحيي السنه, السنة. فهنا شنو يقول الامام عليه السلام يقول يحيي فيها ما يميتون من الحق ثم تلا هذه الايه يريدون ليطفئوا نور, نور الله, الله بافواههم والله متم, متم نوره من خلال الحجه الالهي يعني ولو كره الكافرون هاي هم فد روايه وروايات اخرى كثيره وروايات أخرى كثيرة كثيرة مثلا هاي الرواية حلوة بس هاي هاي الأخيرة والروح للأمر الثالث إيش قد بقى لنا من الوقت عندنا هاي وقت شيخنا بس فاصل كل شيء هاي الرواية الأخيرة ونروح فاصل الرواية قال علي لرسول الله موجودة في إكمال الدين للصدوق وينقلها المجلس عنه يعني قال علي لرسول الله يا رسول الله أمن الهداه ام من غيرنا الحجج الالهيه انما يوم. انت منذر ولكل قوم, قوم من هاد منا او من غيرنا قال لا بل منا الهداه الى يوم القيامه يا علي يعني. الله أنا. الله 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 هاي طبعا تفيد حتى بالرجعه هاي الروايه الى يوم القيامه بنا استنقذهم الله من ضلاله الشرك بنا وبنا يستنقذهم الله من ضلالة الفتنة نفس الضلالة إلى يوم القيامة من ضلالة الفتنة وبنا يصبحون إخوانا بعد الضلالة وهذا كله مرتبط به الحجة الإلهي وضرورة وجوده لكل لحفظ ذلك الدين. الدين. لحفظ الدين لبقاء الأرض. الناس من الضلال لنجاة وجزاء الآخرة وهكذا روح فاصل شيخنا اي اخذوا فاصل لجازتك طبعا حبانا آه. وأعزائنا المشاهدين يعني كلام أهل البيت سلام الله عليهم يعني نور وأمرهم نافذ وإن شاء الله نكون المتابعين متابعين الصادقين إن شاء الله راح نروح فاصل ونرجع وياكم إن شاء الله من موسى حضرتك جنة جنة تدري عنا بس نريد زيارتك تدري يا بلحساد حسان شرعو على حبك عالي تربينا باسمك يا شبل المرتضى نادينا جنه الك حنانا انت الفرج والله شكي طرت علينا نوصل ضريحك يا عالي تمننا والقبه تلمع والمناير لنا نصلي ريحك يا عيال تمنينا والقبه تلمع والمناير لنا نورك يشع يا بن الزجي علينا ونقلك احنا يرضى لك جينا علينا. علي علي هالقلب مولاي باسمك رزق رجعنا وياكم احبانا واعزائنا المشاهدين والجزء الثاني النصف الثاني من حلقه هذه الليله من برنامج الولايه والامامه في فكر علي بن موسى رضي الله عليه وهاي النعمة الكبيرة اللي احنا بجوار سيد الشهداء واخيه قمر العشيرة نكون في خدمتكم وانا اكون في خدمة سماحة الشيخ الله يحفظه آه وهذا الجمال والروعة التي آه يعني قراناها واستمعنا اليها من خلال كلام ائمتنا سلام الله عليهم بضرورة ارتباط الامامة بحفظ الدين وبقائه واستمراره وقبل ان نكمل باقي التفاصيل الحمد لله يعني ان شاء الله يوم المولد يعني يوم الاربعاء راح نكون ايضا ان شاء الله في الحلقه اللي راح يكون الختام يعني يوم الاربعاء يعني هذا الموسم يصير هم سادس هم ست حلقات شيخنا ها؟ هم سادس هم ست حلقات في يوم المولد يعني مباشر الختام ان شاء الله بعدها ان شاء الله نكون في ختام هذا الجزء ان شاء الله الله يوفقنا ان شاء الله ونبقى في خدمه امام الرضا سلام الله عليه شيخنا تبادر الى ذهني سؤال حتى داخل الجسد الشيعي باختلاف الفرق المنسوبة إلى هذا الجزء هم يندرجون تحت هذا العنوان أنه هم في فترة من الزمن أو بعد إمام من الأمة تخلوا عن الحجة الإلهية فراحوا إلى غير طريق ولهذا وقعوا بانحرافات كثيرة ولهذا وقعوا بانحرافات كثيرة كانوا الحجة بينهم وكان مؤمنين بجزء من لا أدنى. الحجة الحجة يوم كان صلوات الله يعني لما كانوا معتقدين بالحجة عليه السلام يعني كانوا على الطريق السوي طبعا ولكن لما تركوه بدات انحرافاتهم الكثيره في كل المجالات كالزيديه وغيرهم بدات الان اسماعيليه اللي صاروا باطنيه اصلا يعني تركوا كل المبادئ اللي كانوا يعتقدون بها بزمن ارتباطهم بالحجه الالهي وتركوها كلها عفوا شيخنا و... نعم. وانت هيك تتورطنا هيك يعني. باطنيه شنو؟ اسماعيليه باطنيه يعني اعتقدوا بعقائد آه طابعها ما مقبول عند اهل البيت من جهه و يعني مثل ما تقول انطووا على انفسهم. ها ها وأخفوا, ها ها نعم. وأخفوا مثل هذه العقائد من جهه اخرى بحيث ما حد يطلع على ما عندهم في الواقع صحيح. ومالوا الى جوانب يعني في عالم. الغيب ما يطلع عليها الا المعصوم هم هم ادعوا انهم يعرفوها وقاموا ينظروا لها ويشققون عليها قواعد الى اخره وخلوها ضمن اطارهم فقط ومشوا بهذا الخط الباطني المنغلق على نفسه في الواقع ووصلوا الى درجات بالانحراف لا يعلمها الا الله تعالى وسبب كل ذلك هو ترك الامام المعصوم ترك الامام المعصوم وهكذا الزيدية من قبلهم هم تركوا أمة آل البيت عليهم السلام غيرهم ومالوا إلى حقائد أقرب لغير أتباع أهل البيت من هذه البيت المشكلة بعد أساسياتهم أساسيات أهل البيت والواقفة نفس الشيء وغيرهم والقبلهم والبعدهم كل من ترك المعصومين عليهم السلام حتى بعد غيبة الإمام سلام الله كل واحد ترك هذا النهج القويم الواضح المعروف اللي عليه أكثر شيعة آل البيت الحقيقيين بدت انحرافاته شيئا فشيئا وكل ما يمشي بطريق الانحراف خطوه يزداد بعدا وبعدين يشوف روحه غارق في عالم من الانحرافات عجيب عجيب هو شنو الداعي الى الترك يعني خاصه اللي داخل المدرسه نزوات، شهوات، هوى نفس تضخم الذات والانا وغير ذلك اسباب كثيره اتخذ الهه هواك كما يعبر القران الكريم قبل فتره اسمع تتحدث عن الابطح ذول الابطحيه الفطحيه الفطحيه العفو اي ذول اللي في زمن الامام الكاظم اي عبد الله الافطح ابن الامام الصادق اي عبد الله الافطح انا له. قال لا انا اكبر منك بالعمر من بعد من اسمعي. بعد شهاده الامام الصادق عليه السلام ادعى الامامه شيخنا ادعى او دعي له لا لا ادعى ادعى الامامه والامام الكاظم عليه السلام سوى اختبار هو هذا الافضح قال له جاب الى صحن الدار وجاب اعيان الشيعة ورؤوس الشيعة وكبار الشيعة وكان الامام جامع حطب واشعل النار بصحن الدار وقال له اذا انت امام اقعد بهاي النار فخاف وترك الدار وخرج الامام موسى بن جعفر عليه السلام دخل الى النار امام لانه يعني لحومهم محرمه امام الاعيان وجلس في وسط النار ثم قام عليه السلام من دون اي سوء هذا مو مدعاه للسخريه والتندر قطع المقطع ومو مدعاه ابدا يا جده ابراهيم الخليل الله خلى النار عليه بردا وسلاما الثقافة قرآنية المفروض ما يسخر ويستهزئ من هذه الأمور لأن إذا لا يسخر من هذه الأمور يسخر من القرآن الكريم أنا حتى ال دول يسخرون من موضوع امامنا المهدي عليه السلام طلعوا من السرداب ننطيكم ألف دولار طلعوا من السرداب هاي اللغه الرخيصه البائسه اللي تدل على سخف اصحابها وتفاهتهم في الواقع دول اقول لهم انتم قاعد تسخرون من القران الكريم ما تسخرون من امامنا المهدي تسخرون من القران انت قاعد تسخر من قوله تعالى كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الله يرضى يا عبادي الصالحين تسخرون من هاي الايه أنت تسخر بقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم دين 18 ذي الحجة رضيت لكم الإسلام دينا أنت قاعد تسخر من هذه الآية أنت قاعد تسخر من قوله لكل قوم هاد أنت قاعد تسخر من قوله تنزل الملائكة والروح على من تنزل بيت القدر إذا الحج الإلهي موجود أنت قاعد تسخر من قوله يوم ندعو كل أناس بإمامهم انت قاعد تسخر من قوله وصلنا لهم القول انت قاعد تسخر من قوله من قوله فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد انت قاعد تسخر بالقران بكل اياتي لما تسخر بقضيه الوالماجي عيب عليك تسخر بهاي العقيده بعدين شيوخك يقولون متواتر ان عيسى يصلي خلف المهدي شيوخك يقولون مو اني يعني. راجع اول حلقه بهذا الموسم السادس يعني. راجع اول حلقه وشوف المصدر بالجزء والصفحة، وقرينا من نفس المصدر من قائم مشايخك العسقلاني والعيني في فتح الباري وفي عمدة القاري عمدة القاري في البخاري، مشايخك يقولون تواترت الاخبار ان عيسى يصلي خلف المهدي وشيخك العيني قال ومعنى ذلك ان الارض لا تخلو من قائم لله بحجه، يعني المهدي هم مولود هذا الحجة هم مولود شيخك العيني يقول ذلك وتقول لي طلعوه من السرداب اعطيكم كذا دولار تقعد تسخر من القران تسخر من شيوخك تسخر من تاريخك مو صحيح هذا هاي مو لغه علميه ولغه منهجيه لفهم الامور ومعالجه الامور بيك حظ حف... خيصير عندك علم تعال نأخذ نتناقش مو هاي الطريقه البائسه الساذجه التافهه اللي تسيء بها لعقائد المسلمين عقائد القران الكريم الشيعه مو سهلين صحيح تسخر منهم بهذه الطريقه صحيح اذا ما نجاوبك وما نرضى نناقشك لان انت تافه جيب واحد فاهم عالم نناقشه اما تافهين ما مستعد يضيع وقتنا على مو وهذا حتى العقول السطحيه حتى اللي داخل داخل الجسد الشيعي هم هذا الكلام موجه لهم مشايخك كلهم لما يذكرون امامنا المهدي يقولون متواتر اقل شيء الشي... سيد ال... في اعيان الشيعه أه... ذكر أربعين عالم من علماء الشيعة من علماء السنة قالوا بولادة إمامنا المهدي أربعين عالم بالجزء والصفحة راجع عيان الشيعة هذا اللي يسمعني الآن خير راجع عيان الشيعة في الجزء المخصص للإمام المهدي حياة الإمام المهدي راح يلقى وأنا أمامك إذا ما لقى باكر أجيب جزء الإمام المهدي ما عيان الشيعة أربعين عالم من علماء غير أتباع أهل البيت قالوا بولادة المهدي قالوا بولادة المهدي أربعين عالم من غير أتباع أهل البيت تجي تسخر تسخر من نفسك اسخر من تاريخك من تراثك علمائك ايش يقولون من شنو تسخر انت مشكله الانسان لما يكون ما مؤدب ومو عالم هي مشكله اصلا التفاهه وهالسفاهه لا يقول اتحداكم تجاوبون ولا نجاوبك صدق ما قدرت تناقش هذا شنو شنو ناقشك ولا جاوبك ولا ناقشك اموت قهر ما ناقشك <applause> والله العظيم جيب عالم محترم إيه؟ فاهم مؤدب مهذب يحترم عقائد الاخرين اللي يسدلون عليها بالقران جيبه قاعدة اهلا وسهلا ومرحبا نتناقش نسولف ما عندنا مشكله اما انسان تافه يسيء بهذه الطريقه شنو تناقشه؟ تضيع وقتك ويا شنو؟ ما مستعد كفر شغله تفخيخ وتفجير هو اختصاصه تفخيخ تفجير قتل الابرياء اختصاصه يقول تعال ناقشني اناقشك شنو اناقشك؟ لا وهذا كلامه خلاف صريح كلام القرآن لو ثوبك صير قصر لحيته طول ثوبه ما يعرف يحكي هذا 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 بالله عليك هذا هذا يعتبر نفسه عالم بذنب مشكله يعني اي صحيح شو, شو العلم هذا اي علم هذا اي خلاف صريح القرآن جيب لك واحد عاقل فاهم دارس قول تعال نتناقش بكل اريحيه ما عندنا مشكله هو هم اذا تناقش بكل اريحيه يغير ما راح يقدر يصل الى نتيجه غير ان الحق مع محمد وال محمد وهذا كثير من الشخصيات اللي اطلعوا بعقلانيه بعلميه تغير حديث الثقلين يكفي في بيان الحقيقه اللي ثابت عند جميع المسلمين بس حديث الثقلين. والله بس حديث الثقلين كافي ضمانة ضمانة الهدايه وعدم الوقوع في الضلال النبي قال القرآن عتره وبس بعد تروح الشيء الثالث شنو؟ من خولك؟ من قال لك امشي بهذا الطريق؟ النبي قال كتاب الله وعترتي عترتي 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 بس عترتي وبصحيح مسلم بصحيح مسلم مسألة معاوية من يقول لسعد بن أبي وقاص ما لك لا تسب أبا التراب عمي رجعوا أنتوا الآن تسمعون كلامنا أخو أرجع صحيح مسلم اكتب أبا التراب هاي العبارة اكتبها الآن تطلع لك الرواية بصحيح مسلم ما لقيتها اطلع في ضحنة يقول يكذبون على سعد سعد بن وقاص ابو اي عمر اول من معاويه قال ليش بس اسب ابا التراب؟ هذا النص الموجود في صحيح مسلم قال لي ثلاث ما أسبه لثلاث واحده من الثلاث انت مني بمنزله هارون من موسى واحده من الثلاث يو حديث الرايه يو زوجه فاطمه ستردد مني انا ناسي واحده من الثلاث قال لما نزل انما يريد الله ان يعز البيت جمع فاطمة وعلي والحسن والحسين قال <applause> اللهم هؤلاء أهلي وأهل بيتي هؤلاء أهلي وأهل بيتي هؤلاء هؤلاء بس قال له هاي الثلاثة أنا ما أسب أبا تراب هاي بصحيح مسلم فالنبي من يقول عترتي أهلي يعني ذولا صحيح مسلم يعني ذولا مو غيرهم الصادق الامين قال ذولا وما ينطق عن الهوى قال هؤلاء بكتب المسلمين ام سلمه الطيبه الطاهره ام المؤمنين للنبي النبي سلام الله عليه اللي النبي, النبي اودعها تراب كربلاء هذا الطاهر قالها اذا تحول الى دم عبيض فاعلمي ان الحسين قد قتل كتبكم هذا كله كتبهم أم سلمة الطيبة قالت له أدخل وياكم تحت الكساء قال لا, لا, لا. لا أنت على خير بس ما تدخلين أهل بيتي ذولا بس خصوصية خصوصية بس ذولا أهل بيتي بس أنت مد... أنت على خير بس ما تدخلين تحت الكساء أكثر من هذا شنو تريد؟ ست أشهر يمر على بيت فاطمة عندك على باب فاطمة ست أشهر إنما يريد الله ليذهب عنكم أهل البيت أهل البيت ست أشهر يدخلهم تحت الكساء ما يخلي حتى أم سلمة تدخل يقول ذولا أهل بيتي تنزل الايه يقول ذولا اهلي بس فاطمه علي حتى ذولا اهلي اكثر من هذا <applause> شو يسوي بعد النبي حتى يقنعك ويقنعك في بيوتنا نذل الله شو الحكي هذا؟ واضح الحق يا اخي واضح 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 واحد دخل على الامام الصادق قال له شو صارت فلان علان الامام قال له تسوي قال له شوف هاي الشمس وكان اكو قوه ببيت الامام الصادق قوه نافذه قال له شوف هاي الشمس خلفها من خلال هاي القوه قال نعم قال له ان امرنا لا اوضح من هذه بس امرنا اوضح من هاي الشمس برابعه او رائعه اثنين صح رابعه يورايات يو يقولون رابعه ورائعه النهار يعني اجى الامام قال له انه اكو اكثر من طريقه يعني اكثر شون من مدعي. الان 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 بعض الشباب يقول شيخنا صايره فلان وعلان وهذا وذاك وحزب ما ادري من وحزب ما اعرف ايش وايش صار خوش التفات هذا اللي جاي يصير الان الان ايش يقول بعض شبابنا متعدد السوء تاهت علينا يعني لا تاهت ولا هم يحزنون على شنو تعالي. صدق شو تسوي خوش كلمه هاي صلاتنا هاي عفوا شيخنا عفوا هاي, هاي كلش ايه. ركز عليها خاصه هالفتره ايه. اي ايه. شوف عندنا اربع, 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 اربع خمس دقائق ها يعني ما نبدي الليله لا لا بعد عندنا ليلتي الحمد لله اي شوف ائمتنا عليهم السلام بزمن الغيبه قالوا لنا اكو عندكم طريق ما النجاة واضح ما بي يمنا يسرا شنو هذا الطريق يا ائمتنا؟ قالوا مثلا عبادتكم حلالكم حرامكم تقوى ربكم شايف شنو؟ هذا التزموا به شيعتنا من اتقى الله شيعتنا يصلون حسن الجوار اداء الفرائض ترك المحرمات ما هذا حافظ عليه. اثنين ائمتنا قالوا نرجعوا الى رواد حديثنا الواقع العالم الجامع للشرائط تقوى علم نزاهه كذا 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 هذا قلدوه باحكامكم الشرعيه. شايف شلون احيوا احيوا امرنا رحم الله من احيا امرنا فرحا وترحا نحيى امر امتنا عليهم السلام نحيى شعائرهم من يتدخل باي شيء ما يعنينا يعني يعني اي شيء اي شيء خارج هذا النطاق الديني من يتدخل به؟ احنا شغلنا ديننا عقائدنا تكون صحيحة، صلاتنا، صومنا، أحكامنا الشرعية، إحياء أمر أئمتنا عليهم السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أئمتنا اللي قالوا بزمن الغيب هو موجود في الروايات الشريفة هل وضوح القضية؟ وضوح. هل وضوح؟ ليش بعض الناس شددوها؟ ما أدري، هل وضوح وبهالبساطة؟ هل زمن النجاة او 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 خلطه النجاه خلطه النجاه بزمن الغيبه الكبرى هي هذه. الله وكيلك محمد كفيلك. واحد يطلع الشغله ويرجع الكاد على عياله كالمتشحط بدمه، حافظ على صلاته وصومه وعباداته وشيء ولاء الائمه عليهم السلام الولايه لاهل البيت والحفاظ على شعائرهم واحياء شعائرهم عليهم السلام فرحا وترحا الرجوع للمختص في المجال الشرعي وحتى هذا الامر شيخنا يكون ميزان فيصل لمعرفه مدعي اي امر؟ شوف اصحاب الادعاءات كون نتركهم. اصحاب الادعاءات المفروض يتركون. احنا خطنا المستقيم الطبيعي هذا ما نحتاج بعد اصحاب الادعاءات شو نسوي بيهم؟ شو نسوي بيهم؟ اصحاب الادعاءات شنو نسوي؟ شايل رايه تنويريه حديثه شو نسوي بيه اخي شو بي. ما محتاجه. أنا عندي قال الباقر قال الصادق، عندي مجالس أهل البيت، عندي مرجع أرجع له بأحكام الشرعية وكذا. هاي خلص ماشي ما محتاج أنا غير هذا. لا محتاج حزب ولا محتاج جهة ولا محتاج جماعة ما محتاج. شو أسوي؟ هالشكل هذا أتعامل مع أهل البيت عليهم السلام والسلام، أحافظ على ديني حلالي حرامي ما أتورط بدم مسلم. شايف شلون؟ إي هاي مهمة. وانتهى الأمر، انتهى الأمر وأتوقف عند هذه الحدود والسلام غير هذا كل شيء ما ما, ما صدق خلطة نجاتها والله العظيم هي هاي حتى في زمن الأئمة عليهم السلام سلام الله عليهم أقول للشباب اقضوا وقتكم بتعلم معارف أئمتكم عليهم السلام واشتغلوا وكملوا دراستكم وتقدموا بالمجال العلمي وصيروا كفاءات كل في رضاهم سلام كل في رضاهم ورفعوا اسمنا بس من توصل وتصير كفاءة وتتعلم وتصير دكتور وصير لا تنقل لا تنسى الإمام الصادق لا تنسى الإمام الباقر صحيح. صحيح. من تروح بأوروبا بالخارج وأنت دكتور وأنت كفاءة قول إحنا عندنا إمام العلم والعلماء جعفر ابن الله محمد تصير داعية إليه عرف الناس به صير الله. وفي الله يمدح إبراهيم يقول إبراهيم الذي وفى نعم الله تشكو عن إبراهيم وفى انتهى مصير وفي من اهل الوفاه للائمه الطاهرين عليهم السلام واوصل امرهم. الله يجعلك شيخنا من من الموفين الاوفياء دعوه واتباعا ان شاء الله. صدق هاي رساله مهمه جدا احبانا واعزائنا المشاهدين فعلا يعني هاي قضيه مهمه خلطه نجاه مثل ما سماها الشيخ هم اتمنى هذه يتقطع وينزل مهم جدا خلطه النجاه في هذا المعترك اللي جاي نعيشه الان. أه نرجع ونقول لكم ان شاء الله مو بك بكره الختام ان شاء الله بعد باكر. يوم ميلاد امام الرضا سلام الله عليه، شيخنا شكرا جزيلا طيب الله انفاسك. نشوفكم يا غدا على راس العاشره انا عبد الرحمن النصير اقول لكم في امان الله. <applause>